أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضى ربك أن تعبدون وَلَا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدٌ أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهره واخفض لهما جناح الذل من الرحمن وقل ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربان والمس وكان الشيطان لربه كفورا واما تعرضن عنه مبتغا من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مظلوما ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا صدق الله العظيم